النفس هي التي أنشأت حربا في الذات الإنسانية، لأن الملك نتاعك هو في قلبك، قلبك هو الذي يملكك، الملك اللي راه حاكم العرش هو القلب. بصح المشكل وين؟ هذا القلب، هذا الملك تاعك اللي يحكم، الحاكم الفعلي في الذات هو القلب. بصح المشكل في القلب هذا انه يتحكم على حسب البيطانه اللي يدوروا معاه. شكون اللي يتحكم فيه، عقلك ام نفسك؟ اذا كان غلبت عليك النفس تقول انا نحب هكذا، انا طبعي داير هكذا، انا كي نزعف نولي هكذا، هذيك معناتها يتحكم فيك النفس. انت الان كي يتحكم فيك النفس تقودك لجهنم ربيعه فيك. النفس اذا قادت الملك تاعك واش يولي يدير؟ يولي يقول الجسم دير هذيك، يقول انسان سب ربي، قول كلام فاحش، اغتاب الناس، اذكر عيب الناس، اسمع الفساد، اسمع الغناء الماجن، اسمع الغيبة، اسمع اسرار الناس، يعني يشوف الحرام، ادمن على الحرام، كل حاجة يولي الانسان يتحرك. جنودك اللي هي اللي يسألك عليها الله يوم القيامة تولي تتحرك في الحرام. علاش تحركت في الحرام الجنود نتاعك؟ الجوارح نتاعك، يدك ورجلك وكل شيء يتحرك في الحرام، لأن الملك السلطان الذات كان يأمرها باش تروح للحرام. والملك هذا كي نسأله نقول له وعلاش خليت الإنسان هذا يولي مجرم؟ يقول لنا لا أنا عندي الحاشية نتاعي اللي دايرين بيا فاسدين. شكون هما الحاشية نتاعو؟ نروحوا نسأله نلقاوها نفس خبيثة هي اللي كانت حاكمة زمام الأمور. وراه العقل تاع الإنسان اللي راه يقود الإنسان، وراه العقل، وراه العقل يقولنا أنايا ناس ملاح، ولكن النفس هذيك الحاشية دارت بيا ودارت بالحاكم هذاك والملك ودارت بالقلب وتحكمت فيه وخلتني أنايا أوت بعيد، ما عندوش عقل. ولا الإنسان يمشي في الحياة إما كالبهيمة وإما كالمجنون. نسأل الله يعافينا ويعافيكم ويعلي مقامكم. الآن شوف أخي الكريم، ولذلك احنا عندنا قاعدة، أي إنسان تحكم في نفسه بعقله بإذن الله راح ينجح. ولذلك لما تشوف إمام، لما تشوف إنسان ناجح في حياته، لما تشوف إنسان يخترع ينفع أمة، إنسان قائم بالإيجابية في الحي تاعو، دير جمعية ينظف وكذا، إنسان ما شاء الله، هذاك واش تلقاه؟ دائما عقله هو الأول، دائما عقله. العقل هنا تمكن ولا يتحكم هو في القلب، ولا القلب بعد ذلك يأمر الإنسان باش دائما يدير حاجة مليحة. وهنا احنا نبداو نوقفوا مع أنفسنا ونشوفوا كيفاش ربي سبحانه وتعالى أقسم بعشرة أمور، وقال الله تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. يعني الآن نهاية المطاف كامل يوم القيامة راح نوقف بين يدي رب العالمين، وراح يكون موقف الله يديم علينا وعليكم فيه الستر. هذاك الموقف يحتاج فيه إلى رحمة الله.